صباحك ليا ويسعد صباحك ميسان وميلاد مجيد. محطتنا الأخيرة لليوم راح تكون مع أحد رموز الميلاد وهي المغارة يلي ولد فيها يسوع المسيح، وراح نضوي على جزء مهم من نشاطات كنيسة القديس كيرلس وهي أخوية الميلاد للجامعين والعاملين، أكيد مع لورا برصة مسؤولة الأخوية. يسعد صباحك لورو، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك نرمين، أهلا وسهلا فيك. ميلاد مجيد. ميلاد مجيد ينعاد عليك. بداية لور، خلينا نحكي شوية عن أو نتعرف أكثر على الأخوية، أيمتى تأسست وعدد الأشخاص الموجودين فيها. أخويتنا اسمها أخوية الميلاد الجامعين والعاملين، تأسست بسنة 1994. تمام، كانت تأسست بفترة الميلاد، مشان هيك تسمت على اسم الميلاد أخوية الميلاد. استمرت الأخوية من سنة 94 لليوم، صار لها 25 سنة، وتحتفلنا باليوبيل الفضي من كم يوم. الأخوية كانت عبارة عن فئة الجامعين، تمام، اتطورت لحتى صارت فئة جامعين وعاملين بأخوية واحدة. بدي أقول لك الميلاد هو الميلاد اللي هو معنى وجودنا بالحياة، تمام، اللي هو كلمة الله تجسد وعطانا إلوهيته وعطانا النعمة والمحبة وعطانا الأهم شيء الخلاص للبشرية كلياتها، جسد وروح معا. نور، يعني خلال الميلاد بيكون في نشاطات كثيرة يمكن بالكنيسة ومنها يمكن المغارة الواقفين قدامها، خلينا نحكي عن أبرز النشاطات اللي كانت خلال الفترة الماضية. أخويتنا بتهتم كل سنة بعيد الميلاد بعمل المغارة. السنة المغارة حبينا تكون بهذا المكان لحتى المؤمن يكون أخذ راحته بشكل كامل كمزار، يعني فايتين المؤمنين يصلوا بهدوء أو يركعوا ويطلبوا من الطفل المغارة الامور او القصص اللي بدهم اياها. طبعا بالتعاون مع الكشاف والنشاطات الكنيسه الموجودين قدرنا نعمل المغاره، وحاولنا السنه تكون كثير بكير، يعني بعد عيد البربره دغري بلشنا شغل، خلال اسبوع كانت جاهزه. يعني دائما من خلال النشاطات كمان يلي بتقوموا فيها بالاخويه، في نشاطات عم بتكون ترفيهيه وعم بتكون نشاطات ثانيه عم تحاول تغرس قيم، شو اهم القيم اليوم يلي عم تحاولوا تغرسوها من خلال الاخويه؟ اكيد هلا نحن الاخويه كل اسبوع كل يوم جمعه عندنا اجتماع للشباب والصبايا. متى بيكون هذا الاجتماع؟ كل جمعه المساء الساعه 7. طبعا عندنا اهداف كثير، أهم الأهداف هي تثقيف الأعضاء روحيا وليتورجيا من خلال نصوص حياتية أو نصوص إنجيلية، والأهم هي تفعيل الأعضاء بنشاطات مجتمعية متنوعة، ترفيهية، اجتماعية، خيرية. مثل شو عم تكون هاي النشاطات؟ نشاطات خيرية مثل زيارة مأوى عجزة ومن مساعدة العجزة، يمكن كثير هي القيمة يلي دائما نحن بنحاول نغرسها بالميلاد، انه نحن نزور يلي اكبر منا ونهتم فيهم. اكيد، وحتى بنحاول نزرع البهجة بقلوبهم، اغاني ورقص واهتمام. وطبعا بنزور الايتام ومنقدم، السنة بالذات رحنا قدمنا ثياب لمركز خدمة الراهبات الصالحة، وهن بإشرافهم بيوزعوا للعائلات الفقيرة. فأجمل نشاطاتنا هي بتكون خيرية، وفي نشاطات ترفيهية للشبيبة لحتى أنه تتعمق علاقتهم ببعض، علاقات أخوية تكون. يمكن لورا من يومين ثلاثة كان في احتفال لكم باليوبيل الفضي، خلينا نحكي عن هذا اليوم وأبرز النشاطات اللي كانت فيه. تمام، احتفلنا بتاريخ 22 الشهر من كم يوم باليوبيل الفضي للأخوية، صرنا 25 سنة. وكان تسلمي تسلمي يا رب. طبعا القداس احتفالي، وبعده كان في مثل جمعه صغيره للشباب والصبايا الاخويه وهدايا ميلاديه، وان شاء الله يعني نوصل لليوبيل الالماسي ان شاء الله يا رب. يعني لور، خلال سنوات الحرب الماضيه يمكن مثل كل قطاعات الحياه وقت يمكن اغلب انشطتنا يمكن تاثرت خلال السنوات الماضيه، ويمكن
مرت صعوبات، خلينا نحكي عن ابرز الصعوبات يلي يمكن مرقتوا فيها وقدرتوا تتغلبوا عليها. هلا بس فتره الكم سنه الازمه بفضل الله وبفضل الجيش العربي السوري بوجه له تحيه كبيره، قدرنا مع ذلك قدرنا انه نضلنا على تواصل مع الكنيسه بالاخويه، ما قطعنا ابدا نشاطاتنا، ما قطعنا ابدا اجتماعاتنا، وعملنا بصمه قدرنا نكمل لبعد هي الازمه وبعد هي الحرب، وعملنا بصمه كبيره بالكنيسه وخارج هي الكنيسه. وبدي اقول لك كمان اطلقنا هاشتاج بعيد الاخويه اللي اسمه ضوي علينا يا يسوع، هو من نفس عنوان الريسيتال كمان اللي كان بعشرين الشهر للأب المرنم ماركوس ديب، هو مرشد الاخويه والمرنمه ماري كلود. فهذا الهاشتاج رح يبقى معنا هاي السنه وان شاء الله يكون اسم على مسمى، يضوي علينا يسوع اكيد رح يضل مرافقنا بنعمته وبركته ومحبته لنا. لورا خبرينا كيف بتتواصلوا مع الشباب اليوم؟ كيف بتجذبون لينضموا للاخويه؟ تمام، هلا نحن في عنا صفحه على الفيسبوك اسمها اخويه الميلاد للجامعين والعاملين كنيسه القديس كيرلوس، واضحه ومعروفه للكل، وعن طريق المعارف والاباء بالكنيسه ودعمهم والوكلاء عم نقدر نصل لاكبر شريحه ممكنه من الشباب. لهلا عم نستقبل شباب وصبايا، والسنه عن جد كانت سنه كثير مميزه بالعدد اللي استقبلناهم ولسه لهلا عم نستقبل عالم. اكيد خلينا نحكي معناتها بختام فقرتنا عن مشاريعكم المستقبليه رح تكون مع بدايه يمكن العام الجديد. تمام، هلا نحن كان في عندنا بازار ميلادي، كنا مستلمين بوفيه البازار جمعنا فيها مصاري، هي المصاري رح تكون لاعمال خيريه للفقراء. تمام، ورح نوسع كمان نشاطاتنا بشكل اكبر لحتى نقدر نتشابك مع الشبيبه بغير كنايس من ناحيه المواضيع الروحيه والحياتيه ونتعرف عليهم ونتعرف علينا اكيد أكثر. يعني ان شاء الله بالسنوات الثانيه كل ما بتكون نشاطاتكم اكبر واكبر وبنحتفل باليوبيل الذهبي ويمكن انجازات اكثر واكثر وبتكبر الاخويه. كلمه اخيره لك شو بتحبي تقولي؟ ان شاء الله يا رب بوعدكم وبوعد الاباء انه اخويتنا تكون من اهم الاخويات بالمنطقه كلياتها، ونقدر نجيب اكبر شريحه ممكنه من الشباب والصبايا ان كان الجامعين ولا العاملين، العاملين ونحضنهم بكنيستنا ويكونوا شباب مسيحي واعد وملتزم ومسؤول وبكنيسته وبتعاليمه وروحانيته. اكيد لور بدنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم، وان شاء الله مثل ما قلت الاخويه بتكبر اكثر واكثر. شكرا كثير لكم ولكل جهودكم.